قد أذن لكم بفتح بلاد الوندال لجيش يقوده أمير طنجة طارق بن زياد. إن رسالة الإسلام ليست رسالة مخصوصة لشعب أو منطقة، إنما هي رسالة رب العالمين للبشرية كلها. نريد بناء دولة العدل التي نبتغيها يا أبا بصير. ما جئنا لنفسد في الأرض ولا لنسفك دماءكم، إنما جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لقد أبليتم بلاءً حسناً بعون من الله ثم بعزيمتكم. الله معنا، ولكنه أمرنا أن نعد لهم ما استطعنا. فتح الأندلس قريباً في رمضان.